سؤال واضح ومحدد، هل علي معلول جاءك تونس غاضبا من طريقه علاجه في النادي الاهلي؟ سؤال حلو كثير. لا الله يخليك، ما كانش زعلان، بالعكس هو احنا الطاقم الطبي للمنتخب والطاقم الطبي لنادي الاهلي هو نفس الطاقم بالنسبه لعلي معلول. نعم، احنا الطاقمين متفاهمين بين بعضنا، وانت عارف ان علي معلول كان يجب عليه ان يكون موجود معنا هنا في معسكر تونس لان وقع استدعاؤه، فخيرنا ان نتواصل مع الطاقم الطبي لنادي الاهلي وان احنا نواصل العلاج هنا في تونس، وعلي شويه راحه، منه راحه منه استجمام ومنه علاج ومنه معناها يكون ان شاء الله يرجع للنادي الاهلي في احسن وجه. دكتور حضراتكم ما كانش عليه غاضب، وانما من هو اتفاق بيني انا وبين دكتور نادي الاهلي. طيب، وبحول الله كما اتفقنا مع نادي الاهلي انه علي معلول يكون ان شاء الله يرجع الى مصر للعب معناها في الفريق نتاعه بدون ان يقع توقف، وانما شيء طبيعي ان يقع احترام معناها بدايه اللعب بتكون ما تكونش 90 دقيقه، حيكون ان شاء الله 20 نص ساعه. نعم، احنا ونشوف الحاله وللتاهيل نتاعه التام. هو طبيا اذا اردنا ان نطول في راحه في الراحه الطبيه، نعم، ممكن ان يكون علي معلول يلعب 90 دقيقه، ولكن نعم، معناها طبيا وعلميا نخير احنا انه يبدا المجهود تدريجي. طيب، متى سيعود الى الملاعب الفتره المتبقيه؟ والله احنا حددنا الموعد نتاعنا ان شاء الله نكون معناها نحترم المواعيد، ولكن ما تعرف معناها في العلاج فيه اشياء ممكن يقع توخيرها او تقديمها. نعم، احنا الحين البرنامج اللي سطرناه مشينا عليه 100%، ونتيجه البرنامج هذا انه خرج من العياده زي ما برمجناه من الاول، وبحول الله كل في الكل شهر من معناها من تاريخ الاصابه يكون موجود على الميدان في مباراه. من تاريخ الاصابه اللي هي امتى يا دكتور سهيل؟ اللي هي عندها تقريبا يوم 16 يوم ان شاء الله. يعني 16 الشهر المقبل ممكن يكون في الميدان. فيكون في الميدان. للتدريبات. وهل الوقت ده اللي هيقعد فيه؟ لا 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 لا، ليس للتدريبات وانما للعب. للعب يعني بعد يوم 16 ممكن يكون بيلعب. بعد ايوه ان شاء الله. طيب، اللي قالوا بقى انه علي معلول هرب من مباراه بايرن ميونخ، ما رايكم؟ مش علي. طيب، ده رأي الدكتور سهيل الشاملي بكل الوضوح، والكابتن شوبير تقريبا مهتم انه يلم له كلام الناس عشان يسألوا عليه بوضوح، يعني ما حصلش التضارب في التشخيص يقول له اطلاقا، كان في تنسيق بينه وبين دكتور النادي الاهلي. طب في مشكله في الاصابه؟ لا، ما فيش مشكله، علي معلول يعاني من اجهاد عضلي محتاج راحه. طب اخر حاجه يبقى جاهز امتى عشان يدخل التدريبات؟ قال له لا، 16 يوم يعني 16/4 يكون جاهز للعب المباريات. شوف يا استاذ ابراهيم، ده بيرد حتى بالنسبه لعلي معلول الظلم اللي تعرض له في كاس العالم للانديه، انه بيهرب من الماتشات. دلوقتي العكس بقى، ده انتم مستعجلين عليه وبتضغطوا عليه وبيلعب. علي معلول عنده حاليا المز 2 مللي، فالدنيا بتتلم. 16/4 يكون جاهز للعب المباريات، يعني باذن الله 18/4 الاهلي والزمالك علي معلول يكون جاهز لمشاركه هذا، واعتقد التاريخ ده تم الاتفاق عليه عشان ما ناخدش اي مخاطر قبليه. وخلي بالك، اغلس اصابات الاصابات العضليه. اغلس اصابات لانها غداره. ايوه، العضله تبان انها بس لو حصل تلايف جنبيه ولا قبليه ولا بتمزقها تاني. يعني الكسر بيبقى خلاص، تعمل اشعه تعرف ان الكسر التقى. نتمنى ربنا يشفيه ونتمنى نهدى بس شويه، نهدى.